برز الثعلب يوما في شعار الواعظين، فمشى في الأرض يهذي ويسب الماكرين ويقول الحمد لله إله العالمين. يا عباد الله توبوا فهو كهف التائبين، وازهدوا في الطير إن العيش عيش الزاهدين، واطلبوا الديك يؤذن لصلاة الصبح فينا. فأتى الديك رسول من إمام الناسكين، عرض الأمر عليه وهو يرجو أن يلين. فأجاب الديك عذرا: يا أضل المهتدين، بلغ الثعلب عني عن جدود الصالحين، عن ذوي التيجان ممن دخل البطن اللعين، أنهم قالوا وخير القول قول العارفين، مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا. حصاد 24 مباشرة من قناة الزيتونة. مواطن للأسف يحرق نفسه في زغوان حسب الروايات المتداولة الآن، وهو الثاني بعد تاريخ 25 جويلية، وهو عمل مدان رغم التعاطف مع فاعله. فهل ننتظر أن تحترق البلاد كلها لنعي؟ ونفهمكم الكل. وضع الحرية في تونس اليوم بعد المحاكمات العسكرية والعودة لمسرحيات تلفيق التهم بعد إطلاق سراح المتهم بقتل عون أمن، إلغاء القمة الفرنكوفونية. الأسباب الحقيقية وراء ذلك، هل هم المتآمرون من الخارج أم أن السبب الحقيقي هو نكث العهود في الداخل وانتشار متلازمة الفوضى والاستبداد والغموض؟ معنا في التحليل والنقاش باش يكون السيد النائب أسامة الخليفي من منفاه في باريس، وننتظروا يلتحق بين الأستاذ محسن حسن، ولكن معانا تحصلنا عن طريق سكايب مع الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي السيد زهير بن إسماعيل. مساء الخير، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام الكل. في الفترة الأخيرة نعلم جميعا أنه تساؤلات جدية وكثيرة عن وضعية الحرية في تونس. قبل أيام قليلة انتشر خبر كالنار في الهشيم، شاب من شباب الثورة اللي شارك في المحطات الكبرى في تاريخ الثورة التونسية، أحد شباب تونس من الطلبة ناشط في المجال الحقوقي والعمل الطلابي، أشيع قبل أيامات والخبر انتشر كالنار في الهشيم. مش قال لك وش قال عليك؟ قال لك الشاب هذايا اللي تقول انتم الثورة ها وشوف نستناولهم فيه، أو ظهر السيد حاول قتل شرطي بآلة حادة قيل أنها سكين بعد ما وقع القبض عليه الوليد. وقلنا نحن عن أيامات ملي نعاود ونحكي ونذكر ونقول يا ولادي راهو يعني غير صحيح، راهو وقف احتجاجية وتنديد باعتقال هذا الشاب. وبرزت الحقيقة في الأخر، ربي ظهر الحق حسب على الأقل القرار القضائي، تم تبرئة الشاب ذي مما نسب إليه من أفعال وهو حر طليق. خليني قبل ما نعدي التقرير الأولاني نرحب بضيوفي كانهم جاهزين من باريس. سيد النائب مساء الخير الأستاذ أسامة الخليفي. مرحبا بك يا سي عادل. والله ما تمنيتش أن يجي نهار نقول لك مرحبا مساء الخير من منفاك في باريس. في بين الوقت هذا مرة وانتهى إن شاء الله أزمة على تونس وتمر. كذلك ورحب كثيرا بالأستاذ الجامعي والمحلل السياسي الأستاذ زهير بن إسماعيل. مرحبا بك أستاذ. أهلا وسهلا زهير إسماعيل. سي زهير عفوا، يعني يؤسف كثيرا أني نقدم أحد النواب أستاذ زهير على أساس نقول المكان اللي تواصل فيه معنا من منفاه في باريس. هل كنت تعتقد بعد الثورة أنه ممكن يتحاور صحفي مع نائب ويقوله وأنت الآن من منفاك؟ نعم مساء الخير، شكرا أستاذ عادل على هذه الاستضافة، وتحية إلى ضيوفك. في الواقع هو يعني كل شيء ممكن طبعا، لأن من طبيعة الثورات هو التقلب، ولكن أنت كما تعلم أن يعني الثورة يعني نصبت مستوى عال أو سقف عال من الحرية، ولكن رغم ذلك طبعا هذا السقف نحن اليوم نعيشه يعني وضعا ربما استثنائيا. لماذا وصلنا إلى يعني هذا الحال؟ في تقديري أن هو سؤال لماذا كان سقف الحرية عاليا مع الثورة. إذا سمحت لي ربما أدقق بعض الشيء في هذا الأمر، وهو مدخل إلى النظر في موضوعنا.
لأن الواقع أنا في تقديري هذه نتائج لمقدمة كبرى يجب ألا ننساها هو الانقلاب، لأن المسألة يعني ليست حديثا عن وضع حريات في وضع عادي، لأنه حتى في المستوى وفي مرحلة المرحلة الديمقراطية هنالك أحيانا التجاوزات، وهنالك ربما مسلك بالحريات في أكثر من مستوى أمام وضع يتعافى في كل مؤسساته بما في ذلك وربما أهم مؤسسة هي المؤسسة الأمنية. إذا قلت إن يعني الذي حدث هو أن الثورة كسرت بنية الاستبداد وهي بنية ثلاثية، وأعني أننا أمام المجتمع والدولة وهناك قوة ثالثة فوق الدولة وفوق المجتمع، يعني كسر النظام القديم وإسقاط الاستبداد يعني هو الخروج من هذه البنية الثلاثية المانعة للحرية والمانعة للاختيار الحر إلى بنية ثنائية أمكن من خلالها أن نختار وأن يعني نقوم بأول انتخابات. الذي حدث يوم 25 هو عودة إلى هذه البنية الثلاثية، يعني ربما أقول دولة مجتمع وقوة ثالثة هو الرئيس قيس سعيد الذي يمسك بكل السلطات بعد أن يعني ألغى الدستور وجمد البرلمان وأقال الحكومة، ولكن أنا لا أكاد أرى الدولة في هذا الوضع حقيقة، أرى المجتمع وفيه ما فيه من انقسام، ولكن أرى الدولة مغلقة اليوم، ولكن الدولة مغلقة. نحن أمام عودة هذه البنية الثلاثية وهي بطبيعتها بنية استبدادية ومانعة للحريات. هذه مقدمة ربما قد تكون يعني لكي ننظر في المسألة، وهي مقدمة مهمة للغاية. السيد النائب أسامة الخليفي، هل الدولة مغلقة اليوم أمام نوابها وأمام شعبها؟ أريد ساعة أقول لك أنا ما أعتبرش روحي في المنفى، أنا نعتبر روحي سفير للدفاع على الديمقراطية وعلى الدستور وعلى العودة إلى الدستور والشرعية، ووجودي بين أبناء شعبي اللي هما موجودين في الخارج ومعناتها وجودي في بلد ديمقراطي وهو بلد أنا نعيش فيه من 99 ومارست الديمقراطيه وتعلمت في الديمقراطيه، وهذاك اللي شجعني اني كي نرجع لبلادي امنت الديمقراطيه هذه اللي جابتها الثوره واللي معناتها كان فيها بناء متعثر صحيح من الناحيه الاقتصاديه والاجتماعيه وبناء المؤسسات، لكن كانت بدايه ديمقراطيه اليوم تعثرت وتحطت بين قوسين. ديمقراطيه هذه معناتها هو الجمهورية يتكلم ساعات بألفاظ متاع التسلل للدولة عبر يعبر على خصومه، وهو نفسه تسلل للدولة عبر الآليات الديمقراطية اللي جابتهم الثورة. خطر نحب نذكر بحاجة، السيد رئيس الجمهورية راهو جاب القانون الانتخابي اللي هو اليوم معناتها يوصفوا بالقانون على المقاس، وهو كيف شارك في انتخابات رئاسية، نحب نذكر اللي كان في الدور الثاني وحده، يعني المنافس لي اللي هو نبيل قري كان مسجون أو سجن في الانتخابات الرئاسية وخرج نهارين قبل، ولكن النتيجة خلاص. إذا كان ثم تشكيك في الانتخابات أو يقول هو انتخابات مع تشكلية وحتى شكك حتى في المسار الديمقراطي ككل، فحتى انتخابه هو النجم يقوله أنه انتخاب شكلي لأنه الآليات كلها هو انتفع منها، واليوم معناتها ربما تسلل، ولا محبش نستعمل الكلام هذا، لكن هو مردود على أنه شكك في شرعية النواب، شكك في مؤسسات أخرى منتخب من الشعب، بل يردلها وينعتها بكل نعوت ويمس معناتها من مصداقية الديمقراطية والانتخابات ككل. الدولة هي أداة، الدولة تم بالميزان القوى اللي صار بال 25 جويلية ومدة عامين من 2019 وحتى قبل من إنهاك للمسار الديمقراطي هذا والأحزاب والمشهد السياسي المشكل ليه أثر في الدولة من الداخل، ومعناتها في الأخير
معناتها دولة قررت أو مشات في التمشي وأغلقت بعض المؤسسات بإيعاز من رأس السلطة التنفيذية اللي هو اليوم راهو ما يلزمناش ننساو. أنا نقولها لأنه كان من المنظومة اللي موجودة قبل 25 وشارك كرأس للسلطة التنفيذية في تعطيل المسار هذا حتى نتاع العامين وهو على رأس السلطة التنفيذية. فاليوم إذا كان حبوا نقراو اللي صار يلزم نقراو من ناحية الناحية هذه، والحل طبعا يبقى دائما في الحوار. اليوم احنا ماناش في الحوار وما عمرنا ما كنا في الحوار، ورئيس الجمهورية خلافا لسابقين رئيس الجمهورية باجي قائد السبسي برافض هذا الحوار ويعتبر نفسه هو عنده الحل، ولكن لن يكون له الحل لأنه يبقى الحل في الحوار وفي الوحدة الوطنية. ولكن الحديث على أساس أنه هو مقفل الحوار ربما من أقصى نفسه أو أن الأطراف اللي هو يعتبرها وقال سيكشف. معناها خليني قبل ما ندخل في تفاصيل ذلك خليني نحكي فيما يتعلق بالسيد النائب أسامة الخليفي. تتحدث أنك تتعرض لهجمة ممنهجة، تحدثت على مرتزقة في تدوين ليك في أكثر من مناسبة، في أكثر من تصريح تتحدث على هجمة ممنهجة. حسب اعتقادك لماذا يستهدف أسامة الخليفي؟ يستهدف أسامة الخليفي لأنه معارض للمسار هذا الانقلابي والانقلاب على الدستور، ويدافع على الشرعية، ويدافع على كونه معناتها رئيس جمهورية ما عندوش الحق باش يعمل اللي عمله، وثم مسار خاطئ في البلاد. فاليوم أسامة الخليفي يخون، ثم ماكينات على الفيسبوك تخدم عليه، وأسامة الخليفي معناتها ثم توجه واضح لتشويهه معناتها لثلبه لتهديده. توصلني انا تهديدات كل تهديدات يوم. ما شنو طبيعه التهديدات سيد النائب؟ تهديدات بالقتل، تهديدات على كل. انا معناتها نحس روحي في 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 فرنسا محمي، واتصلت انا مقيم في فرنسا، اتصلت بالجهات القضائيه والجهات الامنيه وهم معناتها قائمين بالواجب في اطار حمايتي كنائب وكمقيم في التراب الفرنسي، وهذا معناتها بالطبيعه ديمقراطيات تحمي الضياف عندها وتحمي الناس اليوم يلعبوا دور حتى ولو في دول اخرى، ونواب شعب معناتها ناهيك مواطنيها من مثل هذا. بس هم بيدهم معناتها كانوا نبهوني من بعض التوجهات في الاطار هذا، ولباس احنا في حفظ الله ان شاء الله. المهم ان شاء الله التوانسه الكل يكونوا بخير، ان شاء الله التوانسه الكل يكونوا بخير سواء داخل تونس او خارج ارض الوطن. ولكن خليني نقول لك بعض اراء اللي انت اكيد سمعت بها وتعرفها سواء كانت مغرضه وعن حسن نيه نتاع انصار الرئيس. ماذا يقولون؟ يقولوا السيد اسامه الخليفي ومن ورائه كذلك حزب قلب تونس هم المتسبب في الوضعية الكارثية الاقتصادية والاجتماعية والمالية بالسياسات الفاسدة اللي عملوها، ويحتوي نواب متاعو أو بعضهم كبقية الأحزاب الأخرى أو على الأقل اللي وصفهم الرئيس في أكثر من خطاب ربما دون أن يسميهم. فأنت يقول وأنك تتحمل مسؤولية ما حدث في تونس، وما يمكنش تصويرك على أساس أن المدافع على الحريات بقدر ما أنت المتسبب في المصايب اللي سيت في تونس كل تقريباً، ومن وراء أي. قلب تونس هو قلب تونس للتذكير مشارك حتى حكومة، وقلب تونس معناتها ساند حكومة الرئيس سنين اللي هي حكومة هشام مشيشي. علاش؟ أولا احنا معناتها في الانتخابات الرئاسية كان في علمنا بالبرنامج هذا الكل، وقلناه حتى في الانتخابات الرئاسية كان في علمنا أنه سيد رئيس الجمهورية عنده برنامج الحقيقة متاع نصف الديمقراطية وتغيير الدستور في إطار معين اللي هو تصريحاته، هذا مش احنا قلناه، واحنا كنا من المدافعين على الاستقرار وعلى الإصلاح، وسندنا الحكومة هذه لمدة 6 أشهر رغم أننا مانيش مشاركين فيها. إذا ما هي السياسات اللي اخترناها؟ احنا كنا في المعارضة ولم نشارك حتى حكومة، رئيس الجمهورية عين الحكومة الأولى
وكانت حكومته، وعين الحكومة الثانية وكانت حكومته، وكان هو من يرسم هذه الحكومات، وقال تونس هل ما كان عنده حتى دور في هذا. قال تونس لعب دور في كونه ما يدخلش في التشنج السياسوي أو اللي حطته بعض الأحزاب والانقسام الإيديولوجي اللي حب يرجعونا به التالي 2011 و2012، واختار معناتها منهج اللي هو نجح في بلادنا، هو منهج التوافق والحديث مع الكل. أنا نتحدى أي إنسان يجي ويعطينا نهار شاركنا في عملية ترديل البرلمان أو في عملية متاع عدو معروك أو في خطاب معناتها متاع التشويه أو التشنج أو في خيارات سياسية، بل بالعكس احنا كنا بنطالب بإلغاء الرخص، كنا شاركنا في قوانين الميزانية اللي كان قوانين كارثية وحاولنا نعدلوا فيها باش نلقاو حلول للوحد. كنا نديو ديما باش تكون أولوية السياسة والبرلمان في البلاد هي أولوية اقتصادية واجتماعية، وكنا زادة مدينا يدينا السيد رئيس الجمهورية باش يقدم هو حلول، واحنا قلنا نساندوها ما عندناش مشكل. إذا اليوم وحتى موضوع الفساد هما ديما يحكيو على أنه معناتها بيربطوها بالطبيعة بقضية النبي القرن. أنا نتحدى في شخصي ولا في شخص العديد من النواب أنهم معناتها يقولوا أن أسامة خذا رشوة، ولا النواب خذا رشوة، ولا تعطينا في أي موضوع، ونتحدى. ولكن أنتم زكيتوا حكومة تبين أنها تأفسدت في البلاد، عندها وزير الآن هو في التحقيق، عندنا وزير تسبب في موت أكثر من 20,000 مواطن تونسي اللي هو عينه رئيس جمهورية. أنتم زكيتوه يا سي أسامة، رقم أنتم زكيتوه، حكومة المشيش أنتم دفعتوا عليها، حكومة المشيش أنتم السند السياسي لها، هي تسبب في قتل التونسيين، تسبب في فما ملفات فساد كبيرة جدا تحدث عليها السيد الرئيس، اللي المتسبب فيها هو من سند هذه الحكومة، سندته المشيش وسندته وزراء. كان مطلوب من هذه الحكومة أنه ما يساندها حد، وما تعاملش مع المجلس النواب مع الأحزاب. هذا شنو كان مطلوب، وعلاش هو يقولوا هشام المشيش يخل الأمانة؟ لأنه الأمانة كانت هي هذه، كانت أنه يتخلق فراغ في البلاد باش نمشيوا للي احنا فيه اليوم، يعني انقلاب على الدستور والذهاب في فراغ معناتها مؤسساتي، والذهاب في التمشي الانقلابي اللي احنا في اليوم. فاحنا متفطنين لهذا ورفضنا انه يصير فراغ في البلاد، وانه مش احنا اللي جبنا الكورونا، ولا مش احنا اللي لا كورونا موجوده، ولكن وقع اساءه ادارتها. الاكسجين كان مقطوع، الاكسجين كان مقطوع، اكثر من 20,000 واحد توفى ملي بعد اجراءات 25 جويلية شهدت نقله نوعيه في التلقيح. دور السلطه التنفيذيه، احنا كحزب وكنواب ما عادش مكان عندنا حتى الدور في السلطه التنفيذيه. خليني باش نتعدى، عندنا مديرين لا طلبنا باش نكونوا احنا، كنا نستشار في الميدان التشريعي، يعني في ما يخص الميزانيه، فيما يخص القوانين، فيما يخص عملنا النيابي. فيما بقى ذلك رئيس الجمهوريه هو رئيس السلطه التنفيذيه، ورئيس الحكومه هو اللي، والوزراء المعينين من طرف رئيس الجمهوريه واغلبهم كانوا، واولهم اللي رجع ونحترمه السيد شرف الدين اللي كان في وزاره الداخليه، وزير الصحه عينه السيد رئيس الجمهورية. إذا لهنا قاعدين نحكيه على روايات مفتعلة والاستهداف واضح في اتجاه أنه تكون ثم شماعة وصلت تونس معناتها من 2019. مازال عنا ما نحكيه في الموضوع هذا، نستأذنك فقط على تقرير حضرناه للسادة المشاهدين، وبعد نرجع لضيفي الأستاذ زهير بن إسماعيل. فما تخوفات على وضعية الحريات في تونس وعلى وضعية الحقوق، فخلينا نشوف التقرير هذا اللي رصدنا فيه جملة مما حدث بعد تاريخ 25 وانا راجعين. قامت قوات أمن تونسية باقتحام مكتب الجزيرة في العاصمة، إغلاق مقر قناة الجزيرة، مداهمة قناة الزيتونة، وإحالة إعلامي على القضاء العسكري، وضع عدد من السياسيين تحت قيد الإقامة الجبرية، وإيقاف عدد من الناشطين، هي بعض من ملامح الوضع الحقوقي في تونس بعد تاريخ 25 من جويلية الماضي.
فمنذ أن أعلن رئيس الجمهورية عن الإجراءات الاستثنائية وتفرد بالسلطات ملغيا وسائل الرقابة ومتقمسا بذلك جبة الحاكم المطلق، تزايد قلق منظمات حقوق الإنسان بخصوص واقع الحريات في تونس، رغم إبقاء سعيد على بابي الحقوق والحريات عند تعليقه العمل بالدستور لتدخل بذلك البلاد مرحلة حكم ربما أخطر من فترة ما قبل 17 من ديسمبر 2010. ولئن كانت تونس تتغنى بحرية التعبير وتتباهى بتنوع المشهد في فترة ما بعد الثورة ومع كل الحكومات، إلا أن هذه الحرية أضحت مقموعة في العهد الجديد، كيف لا والحال أنه تم إيقاف إعلاميا بتهمة إلقاء قصيدة للشاعر العراقي أحمد مطر ليحال على القضاء العسكري في تعد على المعاهدات الدولية، خاصة وأن تونس صادقت في فترة ما بعد الثورة على معاهدة جوانسبورغ التي تمنع مقاضاة المدنيين أمام القضاء العسكري. هذه الحادثة عقبتها مداهمة شركة الزيتونة للإعلام والاتصال وإغلاقها من قبل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في تعد صارخ على حرية الإعلام ومصادرة حرية التعبير. انتفض الشارع التونسي رفضا لما وصفوه بالانقلاب على الدستور والشرعية، وكان من بين المنتفضين الشاب عثمان العريضي. طالب بالحرية فحاولوا مصادرة حقه في ذلك، ردد عددا من الشعارات المطالبة بعودة الشرعية ليمتزج صوته بحمية المتظاهرين وتتلاحم الحناجر غضبا ورفضا للإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية. يا خيس يا شبان الشعب التونسي لا يهان، ارحل ارحل يا رئيس. إلا برهة من الوقت حتى اعتقل الطالب من قبل قوات الأمن بتهمة وصفها شهود عيان بالكيدية، وهي محاولة طعن أمنية، لكن القضاء أنصفه وتم إطلاق سراحه. وفي ذات المظاهرة تم إيقاف إمام سابق بتهمة الدعاء على رئيس الجمهورية والإساءة لشخصه، ليتم فيما بعد إبقاؤه في حالة سراح كذلك. هي بعض من ملامح واقع الحريات في تونس على غرار تلك التي تتعلق بتقييد إقامة عديد الشخصيات السياسية والقضاة والمسؤولين السابقين دون قرار قضائي، فضلا عن إصدار قرارات منع السفر، الأمر الذي زاد من مخاوف التونسيين بخصوص مستقبل الحريات التي ثاروا من أجلها ذات شتاء من عام 2010. فهل سيتراجع سعيد عن سياسة تكميم الأفواه وردع المعارضين، أم أنه سيواصل في سلسلة الانتهاكات لتقبر الحرية التي طالما تغنى بها التونسيون ثورة على نظام الدكتاتورة؟ سنبقى نتنفس الحرية على الدوام ما دام الأكسجين والنسيم موجود في هذه البلاد الأرض الطيبة. على كل حال، هذا تقريبا تقرير صدنا فيه اهم التجاوزات اللي صارت ما بعد 25. الاصل فيه ما كناش نتوقع يوما ما انه يقع ايقاف اعلامي في المحكمه، معناها من طرف، ويقع دعوته من طرف النيابه العسكريه. كل التمنيات ان شاء الله انه ربي يطلق سراح عام العياد وكل المساجين اللي وقع اعتقالهم بسبب ارائهم وموقفهم بسبب قصيده. اليوم بصراحه لا يصدق ذلك احد. بالنسبه للمشاهدين الكرام متابعين على الصفحه الرسميه للقناه في الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي كل يوتيوب وغيره، اعطوني الاسئله نتاعكم في المباشر نجم نسمعها، اعطوني تعليقاتكم ملاحظاتكم كلها ننقلها لضيوفي وتؤخذ بعين الاعتبار. فبالسنن يعني نختاروا بشكل اعتباطي عشوائي بعض الملاحظات وبعض الاسئله نتاعكم دون تفرقه بين سؤال يصب في مصب فكر ما او غيره. خلينا نرجع لسي زهير اسماعيل. استاذ، ارصدنا، مش عارف قدرت تسمع التقرير اللي عديناه واللي يرصد جمله من التجاوزات، واخيرا ان شاء الله يكون اخرا، هو هذا الشاب اللي وقع اعتقاله قبل يومين بتهمه التحريق، بتهمه محاوله قتل، والقضاء اليوم اللي نشكره ونثمنه نزاهة القضاء اللي أطلق سراحه. ونحب تعليقك وأنت الحقوقي والمهتم بالشأن العام فيما يتعلق بوضع الحريات من بعد 25. نعم، الواقع أنا كنت يعني في بداية حديثي حاولت أن أضع الأمور في نصابها وأكدت على أن المسألة لا تتعلق بمطالب يعني حقوقية تتعلق بالحريات أو بالمس من
سقف الحرية، وإنما تتعلق بوضع استثنائي، وضع يعني خارج كل القوانين. ما نعرفه اليوم هو خارج كل القوانين، لسنا في وضع عادي، لسنا حتى في ظل نظام استبدادي مستقر مثل ما كان عليه الحال يعني حتى في عهد بن علي. هنالك مجموعة من القوانين، هنالك مرجعية دستورية، وهنالك مجموعة من المناضلين يوسعون من مربعات الحرية، ولهم مطالب في المشاركة السياسية في الحياة الديمقراطية إلى غير ذلك. الوضع الذي نعيشه اليوم لا علاقة له بهذا، نحن خارج القانون وخارج الأعراف وخارج المنطق وخارج العقل. ولذلك كل ما أتى بعد 25 جويلية هو من هذا النوع، سواء الذي تعلق بالمؤسسات، وقد تم كما أشرت يعني تقريبا تعطيل أهم المؤسسات في النظام السياسي الجديد سليل دستور الثورة، مثل ما كان هنالك وقد أشرتم أنتم في تقريركم إلى يعني ما تعلق بالنواب، ما تعلق ببعض الناشطين إلى غير ذلك. فأنا في تقدير الخاص وأتحمل مسؤوليتي في ذلك، أن الذي خرق الدستور، وهنا أتكلم بكل المنطق وبكل العقل، من خرق الدستور يمكن أن يأتي أكثر مما أتى، ولكن في رأيي السبب ليس يعني إيمانا بمساحة من الحريات للمخالفين، مثل ما يقول البعض يعني كيف تتحدثون عن الدكتاتورية والمظاهرات مسموح بها إلى غير ذلك. أنا أقول نحن في مرحلة انتقالية داخل الانتقال الديمقراطي، يعني بداية من 25 جويلية، وهذه المرحلة الانتقالية الداخلية هي يعني رفعت فيها القانون ورفعت فيها كل يعني ما يمكن أن نحتكم إليه، يعني عطلت قواعد اللعبة، وكأننا يعني لا توجد قواعد لعبة. ولذلك في تقديري من عطل الدستور لو أمكنه أن يذهب إلى أقصى أنواع يعني ما أسماه بالتطهير، وهي كلمة خطيرة سواء تعلقت بالقضاء أو تعلقت بالمجتمع، لا أتى ذلك. ولكن دائما نردد ونكرر ونعيد أن 10 سنوات من التمرين الديمقراطي ومن الحياة السياسية تركت تقاليد وتركت يعني مؤسسات وتركت قناعات ليس من السهل شطبها، حتى وإن شطب مرجعها وهو الدستور أو ما كان يمثلها من مؤسسات. تقريبا هذا ما يمكن أن نقوله في هذه الوضعية، مع أن من ذكرت ومنهم الطالب عثمان وبعض من الذين تحركوا في إطار يعني هذه الهبات المواطنية، بداية من الوقفة من أجل النائب ياسين العياري، ثم كانت 18 سبتمبر، ثم كانت 26، إلى أن وصلنا إلى 10، وبالرسائل المعروفة وقد تحدثنا فيها في أكثر من موقع وفي أكثر من قناة. ولذلك يعني الآن ما يمس الحريات هو في إطار هذا الصراع بين الشارع الديمقراطي الذي يتوسع ويحاول أن يستعيد المبادرة باتجاه ربما نقول تجاوز هذه الحالة الاستثنائية، ويعني الانقلاب وما أنته من إمكانيات، ربما حتى شارعه وقد أطلق عليه شارع المناشدة. فما يستهدف يعني هؤلاء المناضلين بمختلف مستوياتهم هو يأتي في إطار هذا الصراع بين الشارع الديمقراطي وبين الانقلاب الذي أستاذ زهير أن نعم يقولون لك أنصار الرئيس الآن في المباشر تجيني كثير من الأسئلة لسيادتك، يعني وكثير أنتقي منها على الأقل اللي ما فيهوش، لأنه يعني عديد الرسائل. نحب نذكر السادة المشاهدين معنا، ماذا تنتظر كي تبعث كلام غير لائق، يعني ينم عن عقلية مرسله هو ويكتب كلنا فلان أو علان، أنا كلنا تونس، أنا لنا كلنا قيس سعيد، ولا كلنا هشام المشيشي، ولا كلنا بودن، ولا كلنا راشد الغنوش، ولا كلنا أي أحد، احنا كلنا تونس. فاللي يحب معنا بكل أدب يشارك، نحبكم تكونوا عنصر فاعل في الحص، أبعثوا لي أسئلتكم استفساراتكم ملاحظاتكم نقوله. يقول لك بعض أنصار الرئيس
تحتكرون الديمقراطية وتحتكرون الحرية ولعبتوا بها كما حبيتوا. إذا لخص أغلب الملاحظات اللي قاعدة تجيني، ماذا فعلنا بهذه الحرية وبهذه الديمقراطية الفاسدة؟ اليوم جاء وقت التونسي ما يفهم كان من رجل قوي يرجع الأمور نصابها بعد ما نداء تونس وقالب تونس والنهضة وحركة كلهم طبعا باستثناء حركة الشعب يقول لك وحركة التيار الديمقراطي مي بون بعد استثناء ولا حتى التيار الديمقراطي كما جماعة البقية. فلا نحتاج هذه الديمقراطية المزيفة. الكلمة ليكم بعد نرجع لسي أسامة. نعم أنا سعاد ذكرني السؤال هذا. السؤال لا نحتاج إلى ديمقراطية مزيفة. لا 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 قلت لك ذكرني السؤال هذا، فكرني السؤال هذا أوكي. بحديث مع أحد الأصدقاء من المدافعين يعني من تاريخ بعيد عن الحرية وعن حق الاختلاف وعن إدارة التنوع إلى غير ذلك، قال يعني أحسست لأول مرة في بعد انقلاب 25 وما كان من ترذيل للديمقراطية أني وأنا أدافع عن الديمقراطية بكل اقتناع شعرت أحيانا وكأنني أحاول أن في إقناعي بالديمقراطية كأنني أحاول شخص يعني أحاول أن أقنع شخص بالتطبيع. ويشير هنا هو يشير في هذه المسألة إلى يعني ما أصاب الديمقراطية من ترذيل. أنا إذا حبيت نجاوب بالجملة ونجم نجاوب بالتفصيل. بالجملة يا سيدي نسلم أن هذه الديمقراطية فاسدة وأنها وكل ما يمكن أن يقال في 24 أقبله، لكن هل يعالج هذا بما هو أشنع منه وبما هو أشد تخلف منه؟ هل تعالج الديمقراطية إذا مرضت بالانقلاب وبسلطة الفرد وبيعني إلغاء الميثاق الذي جمع الناس؟ ومن ألغاه هو من أقسم عليه بأغلظ الأيمان. وهنا ونحن هنا أمام يعني خطيئة. إذا كان فساد الديمقراطية في العشرية الفارطة لنسلم بذلك هو خطأ وجملة من الأخطاء الفادحة، فإن الانقلاب عليها نحو سلطة الفرد ونحو ما نعيشه نحن اليوم هذه خطيئة. يعني خرجنا من التفريط 24 إلى التضليل في 25، فالذي حدث ليس تصحيحا وإنما هو أعطاهم أكثر من مرة. أستاذ أعطاهم أكثر من مرة فرصة في عديد المناسبات، يعطيهم الفرصة تلو الفرصة. لم يعطيهم فرصة، لم يعطيهم فرصة. عديد المناسبات هو قال أعطيتهم فرصة تلو الأخرى والفساد مازال مستفحل. هو كان جزءا من المشكل، بل هو كان العنصر الأشد فاعلية في هذا. يعني كيف ذلك؟ عمليا هو منذ تقريبا أنا أعتبر أنه من الأيام الأولى يعني بدأ يتحرش بالدستور ويشير إلى أنه سيتجاوز هذا الدستور. أنا لو كنت مكان الرئيس قيس سعيد كان يمكن أن أدخل بالديمقراطية، ما هو يعني إذا كان فعلا هو محكوم بجملة من الفضائل والأخلاق إلى غير ذلك، فأنت دخلت بالديمقراطية وبإمكانك أن يعني تقدم مشروعك وأن تشرحه وأن تعرضه على الناس إلى أن نصل إلى فرصة عرضه، وإذا تمكنت من الأغلبية فلك أن تعيد وأن تبني النظام كما وصلت الفكرة. نرجع لك، شكرا لك، وصلت الفكرة ونعتذر على المقاطعة لأنه نحب نعطي كلمة لضيفنا اللي نحب نأكد مرة أخرى رغم رفضك سيد النائب لتوصيفي ليك أنك في المنفى. أنا نعرف والسيد المشاهدين يعرفوا اللي أنت كي تهبط لتونس ربما تتعرض لسلب حريتك، ربما تتعرض لمضايقات كثيرة، ربما ما عادش نجم تنشط في المجال السياسي كما قعدت وتتحرك وتعبر على رأيك. أنت كنسمع منك أنت مباشرة، ما الذي يمنعك أن تكون موجود في تونس؟ شوف أنا مش نعقب على اللي قلت معتها وعلى الخيان اللي قلت أنت من الناصرين قيس سعيد ومن حقهم ويزمنا زادة نحترمهم رغم كونه اليوم الشعب ولا مقسم ومقسم على قضايا ربما نجم نتفق فيها. صحيح هي ديمقراطية فاسدة لأنها الديمقراطية ما تحميش روحها من الانقلابات، هي ديمقراطية فاسدة لأنه الانقلاب هو فساد، وهو فساد معناتها كبير. وقت اللي نحفوا على الدستور ونحنته فهذاك فساد زاد،
لانه مخالفاته باش تكون فساد كبير في المجتمع. ووقت لي معناتها ما نحكيوش مع التوانسه ونقسموهم بهذا فساد، وهذا معناتها جابته الديمقراطيه زاد كيف كيف. وقت لي عامين ما نعملوش حلول للتوانسه واحنا على راس السلطه، وانا راه ما عندي حتى اشكال مع رئيس الجمهوريه كشخص، انا ديما نتكلم على السياسات وعلى العبره في الاخير بالنتائج، والعبره في كونه معناتها الدور اللي يلزم يلعبه المسؤول هذاك اللي نجم نقيمه انا كمسؤول. شنو تخوفاتك من ان وجودك في تونس سيد النائب؟ شنو شنو المحاذير اللي عندك انك تكون موجود في تونس؟ وقت اللي جاوبوني كيفاش معناتها يتوقف نائب شعب في محكمة عسكرية، وقت اللي جاوبوني علاش الناس تحطت في الإقامة الجبرية وبعد تنحت لهم هما نفسهم ما يعرفوش بشهادة العميد شوقي طبيب علاش تحطوا في الإقامة الجبرية وعلاش تنحت لهم الإقامة الجبرية، وقت اللي نفهم علاش، وهذا عادي في الانقلابات راهي عادية العملية، وهذاك علاش احنا اليوم في الوضعية هذه، علاش تتسكر تلفزة، علاش يتوقف صحافي على كلمة، علاش يتوقف ناشط سياسي في مسيرة ومعناتها يتهم بأنه باش يقتل عون أمن، علاش يتوقف إمام جامع على خاطر معناتها قال كلمة. وقتها معناتها تو نولي أنا كإنسان معناتها نفهم شوية على الأقل أنه الوضع عادي والديمقراطية موجودة والإنسان ينجم ينشر دون أنه يلاحق. وقت اللي جاوبوني على هذا الكل تو وقتها البعض واللي أي نشط سياسي، لأنه أنا معارض باش نوضح حاجة. ما عندك ثقة في الوضعية الموجودة الحالية على سلامتك الجسدية أو تنقلك أو حريتك؟ عندك تخوف؟ أنا معناتها بالنسبة للوضعية اللي فيها تونس اليوم هي وضعية خطيرة وخطيرة جدا، هي وضعية خطيرة حتى من اللي صار قبل الثورة، لأنه كانت حاجة قبل الثورة مستقرة والناس كل كانت في بالها بها ودامت 20 عام. اللي صار بعد مسار كامل وكأنه تم خيانة صارت لمسار كامل وكأنه من قام بهذه الخيانة؟ من قام بهذه الخيانة للمسار الكامل؟ من؟ شوف وقت اللي نجيو احنا كمجتمع تونسي مع بعضنا ونتفقوا على قانون اللعبة، ويجي شخص يستغل قانون اللعبة هذا ويغيره لصالحه برؤيته من داخل الدستور بالفصل 80 بفصل 80 وسيادتك نائب بالقانون بالدستور التونسي الفصل 80 هو اللي اعتمد عليه واللي دعوه نواب زملائك. لا ما اعتمدش على الفصل 80. الناس اللي هو قال انه اعتمد على الفصل 80 هذه قراءه معناتها اجتهاد هو عمله، لكن اجتهاد في تجني على الدستور. ما نحبش نرجع بالواضح انه بعد شنو البرنامج. ونزيدك حاجه اكثر، انا راني نعاود نقول راهو اسمه الأستاذ قيس سعيد قبل حتى ما يولي رئيس الجمهورية شنو برنامجه، راهو برنامجه كان حاضر في اتجاه معين. نعم، يعني في اتجاه كونه يعلق الدستور وكونه ما يعترفش بالانتخابات التشريعية وما يعترفش. إذن رجل صادق، إذن مفاجأ حتى حد اللي هو ما يزموش يكون بالطريقة هذيك، والديمقراطية ما هيش بالطريقة هذيك. إذن هذا الرجل واضح، هذا الرجل واضح وصادق في برنامجه، إذا لم يفاجأ أحد. علاش الاستغراب هذا كل وقد صوت له تونسيون بناء على مشروعه وقالوا عبر عن من البداية؟ على الأقل أنا ما صوتلوش، الناس اللي صوتوا لي تحمل المسؤولية. لا نعرف اللي أنت ما صوتلوش طبعا يعني ولكن معلومة خليني أتفاعل معك سيد النائب، من أنصاركم أنتم من أبناء قلب تونس اللي كانوا في الحملة الانتخابية الرئاسية مع السيد نبيل القروي، ولكن يبدو يقول ملاحظون أنهم هم الأغلبية الساحقة متاع أنصار قيس سعيد اليوم ما بعد 25. هل تؤكد هل تنفي؟ شنو قراءتك أنت؟ شوف هو اللي صاير اليوم يراوي لا أما تأكد لي سمحني نعطيك الكلمة الكل ومن بعد نعدي الكلمة سي زهير، ولكن ما تنفيش أن المعارضين متاعه تقريبا 100% هم أنصاره، هم الأنصار الحقيقيين اللي وصلوه لقصر قرطاج، هذا ثابت.
ما عنديش المعطى لا هذا، انا لكن عندي المعطى كما يقول ملاحظون كثر واللي عبروا صراحة عن ذلك، احزاب وهيئات وشخصيات انهم ساندوا السيد قيس سعيد في حملته الرئاسية. في المقابل من عجائب الامور، من عجائب الحياة، انه اللي مساندينه وصلوه للرئاسة اليوم هم المعارضين نتاعو، واللي كانوا يعارضوا فيه وربما يسندوا الخصم نتاعو تو يبدو أنه يقول البعض أنهم مساندين. الكلمة ليك حتى تكمل الفكرة نتاعك، تفضل. ما هو بون إذا كان نحب نحللوا الانتخابات الرئاسية، لا مش موضوعنا، أعطيني فقط قوسين نحلهم ونقوم بسرعة. وإحنا حللناها معناتها محللين وناس تفهم في التوجهات حتى السوسيولوجيا وغيره، ثم توجه كان ما واضح كونه رئيس الجمهورية، برنامجه ما تحدثش عليه، وحتى الناس اللي ساندوه لأنهم ضد نبيل قروي أو قلب تونس أو التوجه اللي هو فيهم. بعد حتى بعد الانتخابات شفتوا اللي معناتها الأمور ما كانتش معناتها تبدلت في اتجاهات معينه، لانه ربما اللي كانوا يمنوا بكونه قيس سعيد باش يحافظ على الدستور وعلى التمشي اللي بعد الثوره طلع هو اللي ضد الشيء هذا، واحنا كنا من المدافعين على الدستور وعلى الوحده الوطنيه وعلى معناتها كنا فاتحين ايدينا للاطراف الكل وما كناش معادين لحتى طرف. وهذا الحقيقة أنا نتشرف بيه، أنا بالنسبة لي أنا تونس معناتها بلاد محافظة، بلاد وسطية، وبلاد ما تنجح كان بالحوار، وهذا إذا كان حاجة ورثناه على البيج قايد سبسي هي هذه. وسندافع على الوحدة الوطنية وعلى كون الناس كل بمختلف معناتها، وحتى أنصار قيس سعيد وحتى قيس سعيد بيده. وأنا أقول لك حاجة، اليوم معناتها هو عين حكومة، الحكومة هذه أقسمت على الدستور، إن شاء الله تصدق على احترام الدستور، وإن شاء الله معناتها تقوم. لا أنا أما دستور داخل الدستور، ولكن أنا هو الدستور حلف عليه المسار، لأنه في نجاحها نجاح تونس. لكن إحنا دعوتنا اليوم للعودة للدستور، واضح، للعودة للشرعية، لأنه اللي قاعد صاير راه كثير ياسر، والتقسيم اللي قاعد صاير واضح داخل الشعب التونسي بهذا توجه خطير وخطير جدا. وفي الاخير رانا كنا معناتها نشتركوا في بلادنا، اليوم اللي قاعد صاير هو معناتها توجه مخالف للاعراف واضح الديمقراطيه وللتوجهات نتاع اللي كنت تحكي عليها انت نتاع ربما الحريات وغيره، هذا زاد كيف كيف نبهوا منه وهو واضح خطير وخطير جدا. احنا باش نواصلوا توجهنا في الدفاع على هذا الموضوع، وباش نحثوا الناس على انها تفهم. ويقول لك قديش نجم تدوم الحكايه هذه، نختموا بها. راو المواضيع هذه اللي معناتها تتخذ توجهاتها ديما في التقسيم او واضح في قرارات أحادية اللي هي خارج على النظام الديمقراطي وخارج على الدستور. قال لك لا تراجع إلى الوراء، كلام الرئيس واضح، أنت تقول وتتمنى وتتصور وربما تتخيل، هو قال هو محض خيال، هو قال لا رجوع إلى الوراء. مثالش، لكن الوقت هو اللي باش يقول سنرى تراجع ولا نقدم. أوكي خليني إلى ما وراء الوراء. نرجع للأستاذ زهير. سيدي، هذا الرئيس قال وصرح وأنصاره يدعمون ذلك ويتبنون هذه الفكرة، هو أن المحظورات تبيح الضرورات تبيح المحظورات. هل الاستثناء اللي احنا موجودين فيه سيكون مؤقتا، ولكنها ضرورة كالضرورة متاع العملية الجراحية باش نحيو الورم. كيف تعلق؟ نحب نتعدى المحور الذي يليه، نختم ب الواقع هو ثم في بالنسبة إلى أنصار الأستاذ قيس سعيد، أول شيء هو جمهور غير واضح، وأنت أشرت أيضا إلى أنه جمهور متحول، يعني فمن يعني وقفوا دفاعا عن الدستور والديمقراطية في الوقفات الثلاثة 18 26 10 هم الذين طبعا انتخبوا قيس سعيد، وأنت أشرت إلى هذا، في حين أن الذين يقفون معهم هم جزء من المنظومة القديمة وبعض من الأحزاب السياسية
الصغيرة ويمكن أن حتى أن نسميها إن شئت، وربما طيف آخر ما زال لم يتوضح، مرة يعبر عن نفسه بالحشد الشعبي ومرة يعبر عن نفسه بمجموعات صغيرة كأنها مجالسية فيها من له علاقة بقيس سعيد وفيها من هو يعمل بانفصال عنه. فنحن أمام يعني أمام جمهور غير واضح، ولكنه في النهاية تجمعه المناشدة. هذا الجمهور يعني في كلامه كثير من التضارب، لأن يعني الشعب هو جزء منه، يعني انتخب البرلمان المرذل وربما حتى الحكومة بطريقة غير مباشرة هو نفسه الذي انتخب قيس سعيد، ولذلك الشعبوية لها صورة متخيلة بائسة عن الشعب لا تطابق الشعب. وأنت أشرت إلى برنامج الأستاذ قيس سعيد، هو لم يعرف برنامجا، هو ربما في بعض المقابلات الصحفية، وهناك مقابلة يتيمة معروفة عرض فيها بشيء من التفصيل رأيه، ولكنها لم تكن في علاقة بالحملة الانتخابية. حينما سئل يعني ماذا تريد، قال أريد ما يريد الشعب، ومعروفة يعني العنوان الشعب يريد. أريد أن أقول إن يعني الديمقراطيات المعروفة مرت تمر بهزات هزات، نأخذ منها إسبانيا وهي آخر الدول التي التحقت وعاشت انتقالا ديمقراطيا يعني مقارنة بأخواتها في أوروبا الغربية، ولكن حتى إيطاليا أيضا، إيطاليا أحيانا تعيش السنة والسنتين دون حكومة، وهناك هزات وهناك مواجهات معروفة حتى مسلحة مع المافيا، ولكن هذا لم يسقط الديمقراطية. أنا أقول الديمقراطية لا تفسد والديمقراطية لا تكذب، إنما ربما هنا أميز بين الديمقراطي والديمقراطية، الديمقراطية قواعد لعبة خارجة على وعي هؤلاء اختاروها. يعني هل من المعقول أنه إذا وصلنا المرتبة الأولى في العالم في حوادث الطرقات نلغي قانون الطرقات؟ فهذا عبث يعني. ثم هنالك مسألة غير أخلاقية، لأن يعني نقض العهود وتمزيق المواثيق، لأن يعني تمزيق بإرادة فردية هذا في تقديري يصل إلى حد الخطيئة، وأنا أعتبر أنه لا مستقبل له وأفقه محدود جدا. وسنرى يعني خلافات داخل هذا الصف الذي يناصر الانقلاب في الأيام القادمة، سترى مستويات مهمة جدا من هذا الخلاف. ولكن أنا الذي يهمني هو من يقف مع قيس، هل قيس سعيد وحده؟ من يقف معه؟ أنا أقول يعني وهنا هذا موضوع مهم جدا، أنا أعتبر أن ما نسميه بالمنظومة القديمة وهي مستويات، أحيانا نقول السيستام ونشير إلى ما يؤسس المنظومة القديمة، علاقته بالديمقراطية ضعيفة جدا، لأن يعني أغلبهم عاش أما مع بورقيبة أو مع بن علي. بورقيبة غطى على من كانوا معه، غطى عليهم الدولة، فكانوا ينظرون إلى الزعيم الذي قال أنا دولة معه، هو مؤسس وزعيم إلى غير ذلك، وهم يتوهمون أنهم ينظرون إلى الدولة، فكانت علاقتهم بالدولة ضعيفة، ولذلك حتى يعني عملية التدرب على الديمقراطية صعبة نوعا ما. ولا حديث عن يعني النوفمبرية، تعرف يعني الفرق بين ربما البرجيبية والمرحلة النوفمبرية. لكن ما يهمني من هذا بلادنا، واسمح لي شوية توسع سي عادل. أي مرحبا بك، كملي. بلادنا سي عادل ولضيفك الكريم تعرف انقساما حقيقيا، سواء كان هذا انقسام هووي أو انقسام اجتماعي. الانقسام الهووي تعرف يعني نحن أمام نمطين، وتوضح هذا الأمر في انتخابات 2014. بالله سهل لي الكلام أستاذي، سامحني على المقاطعة، يعني سهل لنا الكلام خاطر عنا برشا ربيت بيوت وعنا وكلهم يفهموا تبارك الله عليهم، ولكن حاول بسط لي شوية نحب نفهمك أنا وسادة المشاهدين. أنحاول يعني في 2014 كنا يعني كأن زوز مجتمعات تحت سقف دولة واحدة. تعرف انتخابات 2014 خاصة الرئاسية بين المرزوقي ويعني الباجي قائد السبسي تقريبا 50-50، بمعنى آخر الدولة دولة الاستقلال وحتى ما قبلها دولة البيات أصبح لها جمهور،
ومشكلة هي أنها دولة مركزية لم تغطي كل المساحة الاجتماعية والثقافية، ولذلك كان هذا الانقسام. حتى أنك تجد في الاقتصاد اقتصاد موازي واقتصاد رسمي، حتى في السياسة تجد مجال سياسي رسمي ومجال سياسي هامشي. والثورة سعادل لم تقم بها الطبقة السياسية التقليدية من النهضة إلى حزب العمال، قام بها الهامش المفقر وأهداها في القصبة واحد واثنين للطبقة السياسية التقليدية. لكن ما يهمنا من كل ذلك هو أن يعني بلادنا المنقسمة لا حل إلا إلى تسوية تاريخية، لا يمكن لجهة أن تمحو الجهة الأخرى. وكانت هناك محاولة في هذا الباب، ولكن المنظومة القديمة فيها من هو تدقرط رضي بالديمقراطية وأصبح يقبل بالانتخاب، وفيها من لم يرضى بذلك. والشق الذي لا يقبل بالديمقراطية هو الذي اليوم يناصر قيس سعيد ويقبل بخرق الدستور ويقبل بالحزب الواحد ويقبل يعني زعيم واحد والجمع بين السلطات. حتى أنت رأيت خليني نتفاعل معك ومعذرة، أتمنيت أن تكون الحصة أطول منك ولكن للأسف لذيق الوقت في أقل من دقيقة بالجواب بعد ما نعطيك الرأي ذاية. الرأي ذاية بين قوسين أنه منتشر كثيرا في الأسواق في المحلات في المقاهي في الشوارع، يزينا من حالة الفوضى والنهب والسرقة وحالة، ورانا السيد الرئيس الصور متاع حالة الفوضى التي كانت موجودة في البرلمان التونسي اللي كانت الأصوات تباع. تو أكثر سعادة. نعم. تو أكثر الفوضى. تو الفوضى أكثر. تو الفوضى أصبحت في مستوى أعلى مستويات الدولة. كانت في المجتمع الآن الفوضى والعرك بين رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يعني شيء فضائحي إلى العالم ويبث مباشرة على الهواء. هل بعد هذه الفوضى من فوضى؟ واليوم بعد الانقلاب وصلنا إلى منتهى الفوضى. إذن تقريبا هذه الإجابة متاعك. خليني عندي خبر مشبه لسي أسامة، مش عارف نحب تفاعله مع هذا الخبر، متعلق بعضوية تونس، مش عارف سمعت به الخبر أم لا، تعليق عضوية تونس في مجلس البرلمانات الأوروبية. هذا الاخبار يقولوا لي عليه زملائي الان في قاعه الاخراج، انا ما طلعتش عليه. تحيه للاستاذ حسين بن عمر. شنو تعليقك؟ الخبر يقول تعليق عضويه تونس في مجلس البرلمانات الاوروبي. بالحق نقول على الهواء مباشره انني حزين. تنقصين نحن معناها الى اين نحن ذاهبون؟ كلمه ليك سيد النائب. معناتها واحد ما نجمش يعبر على وغيرها وتعليق او معناتها تاجيل لقمه الفرنكوفونيه. شوف راهو احنا المسار اللي اختارته تونس منذ 2011 او 2010 هو مسار شهد له العالم انه مسار معناتها فيه بناء فيه اكتساب وفيه مشاكل وفيه، لكن هو كان يعتبر في العالم أنه قدوة على الأقل الدول العربية والدول العالم الثالث، وما كان يحطنا في مقام الدول اللي نجم تطمح أنها تكون دول معناتها ديمقراطية ودول فيها حرية الرأي وحرية التعبير. قلت لك معناتها شيء مؤسف. شنو رايك؟ لكن مع هذا مع هذا حاب نقول حاجه سي عادل، وانت من الشباب اللي ربما معناتها عشنا مع بعضنا برشا لحظات من 2012 واحنا جايين. الديمقراطيه راهو يتم من بها مثل الديمقراطيه تكون ديمقراطي وتدافع على الديمقراطيه الى اخر رمق، لان الديمقراطيه صحيح وقت اللي ما تجيبش التنمية وما تجيبش الرفاه وما تجيبش الكرامة فهي معناتها مدانة، لكن الديمقراطية راهي تخلق الثروة وتخلق الحلول وتجيب التنمية. ومع ذلك باللي قاعد صاير في تونس أنا معناتها عندي أمل كبير أنه بلادنا ما تنجمش ترجع بالتوالي. بالحق ما تنجمش ترجع بالتوالي. خليني وعندي أمل كونه الشعب شعبنا الشعب الذكي
اللي هو يعاني من حق، واحنا من الناس اللي قلنا راهو اولويتنا يلزم تكون، وكل السياسيين والطبقه السياسيه يلزم تكون الحديث والحوار حول الاولويات الاقتصاديه. شكرا لك سيد النائب. لكن الانتكاسه اللي صايره اليوم ماهيش باش تدوب، وتونس ما تنجمش ترجع لتاني. السيد النائب خلينا زاد ادعو الساده المشاهدين الكرام نشوفوا بعض المعطيات على تاجيل قمه كان المزمع القيام بها في جربه، القمه بتاع الفرنكفونيه. تمنينا على الاقل تصير حاجه بها، كل ما تصير مصلحه او نشاط اللي يطور الاقتصاد اللي يحرك على عجله الاقتصاد بغض النظر. انت مع رئيس الجمهوريه ماكش معاه، مع قرارات وضد قرارات يظهر لي لا يختلف اثنين، فماش زوز ممكن يختلفوا في حاجه ثابته، هو انه نتمنى الخير للفقراء والمساكين وحتى الاغنياء، علاش لا، كلهم ابناء هذا الوطن، لهذا الشعب كله بجميع اطيافه ولهذا الوطن العزيز. معنا كان بلاد واحد هي تونس. اذا بناء عليه وقت اللي تلغى القمه الفرنكفونيه من نجم كان يالمنا برشا، ولكن شنو الاسباب، شنو التداعيات، هل نحن سائرون نحو مزيد، خاصة الخبر اللي سردته على ما سمعكم منذ قليل اللي هو تعليق عضوية تونس في مجلس البرلمانات الأوروبية؟ خلينا نشوف التقرير ومن بعد نواصلوا النقاش. لم تمضي ساعات قليلة على أداء اليمين الدستوري لحكومة رئيس الجمهورية قيس سعيد التي تعهدت بإلاء الأولوية القصوى للملف الاقتصادي والذي يعد الأبرز في الوقت الراهن. يأتي قرار تأجيل القمة الفرنكوفونية 18 لمدة عام وللمرة الثانية من أجل السماح لتونس بأن تكون قادرة على تنظيم هذا اللقاء المهم في أفضل الظروف، وفقا لما ذكر في بيانين صادرين عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية ووزارة الخارجية التونسية. قرار التأجيل أثار ضجة إعلامية في البلاد، حيث تعددت الروايات بخصوص الأسباب الحقيقية لهذا التأجيل، بل إن البعض ذهب إلى الحديث عن إلغاء القمة بسبب الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ إقرار التدابير الاستثنائية. في تدوينة مطولة أشار الإعلامي عبد اللطيف دربالة إلى أن أسباب قرار تأجيل قمة الفرنكوفونية التي كانت مبرمجة في جزيرة جربة نهاية الشهر القادم قد تعود لعاملين أساسيين، أولهما لوجستي والثاني له علاقة بالتطورات التي شهدتها البلاد بعد 25 من جويلية. كما أشار إلى أن الوضع السياسي العام في البلاد قد يكون سبباً رئيسياً وراء تأجيل القمة، مبيناً أن الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية مؤخراً قد حولت تونس في عيون جميع الدول الديمقراطية في العالم إلى دولة منحرفة عن المسار الديمقراطي، مشيراً إلى أن حضور قادة دول أجنبية ديمقراطية لتونس في ظل الظروف الحالية سيكون محرجاً لهم أمام الرأي العام الداخلي في بلدانهم، وسيظهرهم كمن يشجع دولة ديمقراطية ناشئة على الرجوع إلى نظام الحكم الفردي ويساند رئيسها بالحضور ضيوفا عليه وفق تعبيره. قرار التأجيل يرى متابعون للشأن العام في البلاد أنه ليس بالقرار النهائي بقدر ما يمكن اعتباره إلغاء مع تأجيل التنفيذ إلى أن يستقيم الوضع في البلاد، ويرى الشركاء لتونس إمكانية تحصيل منافع من هذه القمة خلال العام القادم، إذ من الوارد إقرار تحويل مكان انعقاد القمة من جربة إلى مكان آخر في حال رأت الدول المشاركة في هذه القمة ذلك، في حين أرجعت أطراف أخرى الأسباب إلى إشكاليات تقنية ولوجستية بالأساس، فضلا عن الأسباب الأمنية التي لعبت دورا كبيرا في قرار التأجيل، خاصة بعد إعلان رئيس الجمهورية في أكثر من مرة محاولة اغتياله ومحاولة تسميمه. هذا وترجح بعض الآراء إلى أن تونس لم تكن جاهزة لاحتضان مثل هذه التظاهرة العالمية الهامة نظرا لتداعياتها الاقتصادية بالأساس، كما تعد من أبرز التحديات الجمة التي تواجهها حكومة نجيب بوتن. نشير إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان اتهم في خطابه إثر تنصيب حكومته الجديدة وأداء اليمين وقبل قرار تأجيل القمة في خطوة استباقية لخيبة الأمل والفشل الذي منيت به تونس، اتهم أطرافا لم يفصح عنها بالتوجه إلى باريس سعيا لإفشال وإلغاء عقد القمة الفرنكوفونية بتونس. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حصاد 24، عندكم فرصة التفاعل معنا، طرح أسئلتكم تعليقاتكم كلها توصل على المباشر عندي هنا، وباش نقرأ جزء منها بشكل اعتباطي، ما نفش ننتقيه ملاحظة أو سؤال دون غيره. التفاعلات متاعكم توصل لضيوفي وتوصل كذلك لي أنا. الخبر اللي قلناه معنا طبعا، نذكر السادة المشاهدين بضيوفنا اليوم الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي زهير إسماعيل والنائب من باريس موجود في منفاه، أنا قلت لكن هو اعترض على تسمية ذي، ولكن للأسف الظروف مشات في سياق أنه هو
غير قادر على القدوم إلى تونس باعتبار تخوفاته من الوضعية الحقوقية ومن الوضعية بصفة عامة في تونس، ويقول أنا في باريس نجم وخارج تونس نتحرك أكثر من أجل خدمة بلادي. على كل حال تحدثنا في الجزء الأول على موضوع الحريات وتضييق عليها، تعدينا الآن للجزء الثاني اللي مقرون للأسف بخبر كان الزملاء في الأعداد يورينا الرابط اللي أكد كذلك صحة المعلومة اللي قلناها، هو أنه تم تعليق عضوية تونس في مجلس البرلمانات الأوروبية. هذه عندها دلالات، هذاك علاش دائما نقول ألا تفقهون ألا ترون ألا تسمعون، كما قالوا لكم مش ما يبلغوش فيكم. أنا الآن بيان المنظمة البرلمانية لدول الفرنكفونية تقول أنه قاع تعليق عضوية تونس في البرلمانات الأوروبية، يعني طبعا ولا سبب هو اسباب سياسيه وتناس ما تفاعلهم بعض ضيوفي فيما يتعلق بالموضوع هذايا. كذلك انا اؤمن كثيرا بما يقوله المرء، انت شنو تقول ولا شنو تعمل، وانا نضم صوتي لصوت السيد الرئيس لما قال الحكومه السابقه تشوبها شائبه مش شائبه، فهمي لفات عن وزير رهن الايقاف ظالم يعني مدان ولا لا، ذا سيبرهن القضاء. عن اليوم وزراء الأصل فيه قال لا تشوبهم شائبة، معنى حتى شائبة صغيرة لا، معنى في إطار النزاهة والشفافية وحرص سيادة رئيس الجمهورية. ولكن أطرح أسئلة، هل تعتبر هذه شائبة أم لا؟ الحكم بالسجن على أمل موسى بسبب صحفي الزميل بوغلاب، والحديث الآن على أساس أنه حكم غيابي ضد السيدة وزيرة المرأة، هل تعتبر وربما تكون مظلومة؟ احنا ما نعرفوش، هذا أمر يتبع القضاء ما يتبعش الصحافة. من 2018 الحكم اصدر في حقها، هل أنه حسب المقاييس والتعريف متاع السيد رئيس الجمهورية وقت اللي تحكم على وزيرة ظلما ولا حقا، المهم الحكم اصدر، هل تعتبر هذه شائبة أم لا؟ أنا ما نعرفش، هذا أترك الإجابة لأنصار السيد الرئيس ولسيد الرئيس. أكثر منك سبق أنه كنا سباقين في نقل خبر، للأسف ما حبيناش لا نقوله لا أسعدنا لا ما أسعدناش، لأنه نحن كي تخزر لها من جهة تقول ربما إنسان صدر في حقه عفو تشريعي عام فيتمتع بحقوق المواطنة كاملة، ولما أحد المحامين يرافع على متهم في قضية إرهابية يقولوا عليه محامي الإرهاب ويبدأ منعوط بصبع وتبدأ السبة والشتيمة بتاعه في جميع المنابر الإعلامية وفي جميع الأوساط متاع الخصوم بتاعه، ذاك محامي الإرهاب. ولكن لما يعين رئيس الجمهورية وزيرا للشؤون الاجتماعية يقال أنه تعلقت في بذمته قضية سابقة وقع العفو التشريعي العام عليه في ما عرف بقضية جرجيس أو قضية سليمان، ولكن عنده طبيعة إرهابية. ولكن هذه للسادة المشاهدين ونرجع لضيوف الكرام اللي لفت انتباهي، اللي بالحق كان نركز أكثر مع الحكاية هذه ممكن العبد يهبل، سامحوني في العبارة، يعني نفس الأشخاص الذين فيما سبق يتحدثون ويسبون ويذمون ويشتمون ويندوبون يقولوا تونس مشات غرقت، غرقوها بجماعة العفو التشريعي العام. واحد اثنين الإرهابيين فهمتني ولا، ومن بؤر التوتر يا ولدي راهو اصدر في شأنه مثلا حكم براءة، لا لا مدام تورط بشكل اتهم يكفي أن اتهم. نفس الأصوات اليوم سمعتها أنا تتحدث وش كان عليه وشني المشكل وهو ابن نقابي، أنا لا أشكك بين قوسين مش يكون واضح. ونرجع لضيوف الكرام، واحد لا قاعد نقول أنه السيدة ذي مدين أبدا، السيدة ذي عنده عفو تشريعي عام وعنده مسيرته مشرفة جدا فيما يتعلق بنضال وجوده في القصبة واحد والقصبة اثنين وسمعته الطيبة زي ما قلنا حد شيء. ولكن أنا فقط نسمع في كلام السيد الرئيس الذي قال لا تشوبه شائبة. أي خلينا نرجع للسيد زهير باش نستفيد من حضوره معنا ومن السيد النائب. كذلك الأستاذ زهير تابعت معايا ربما ألغيت، البعض يقول أجلت، يتهم الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي بالتآمر على أمن الدولة ومحاولة لتعطيل مصالح تونس ويحرض تونس، شنو تعليقك على التأجيل وربطها بالرئيس الأسبق الدكتور المنصف المرزوقي؟ كلمة ليك. نعم، أولا خلنا نعلق على الدكتور المرزوقي. في الواقع
من كان للدكتور المرزوقي كثير من التهم، يعني هم آخر من يستطيع أن يتهم الدكتور المرزوقي. يعني هو ليس منزها عن خطأ، ولكن لا يمكن أن يعني نشكك في البعد النضالي في هذا الرجل، بل أكثر من ذلك، يعني المرزوقي هو تقريبا حينما كانت كل المعارضة في التسعينات حتى الألفين، حتى الألفينات كانت توقفت عند يعني المعارضة بمعنى المطالبة، وتقريبا نعرف ذلك وكنا شاهدين على ذلك. سقفها هو قال يعني لا يصلح ولا يصلح. نجيو لليوم. لحظة العفو التشريع، بل أكثر من ذلك، لا، دعا إلى الخروج من المعارضة إلى المقاومة، وقال لا يصلح ولا يصلح. والرجل يعني يتميز عن كل من عرفنا من الحقوقيين في أنه يتعامل مع الإنسان ومع الاختلاف. يعني وأنهي الحديث في هذا الجانب، كل من عرفنا من الحقوقيين عربا وتونسيين وحتى كثير منهم من الأوروبيين في تعاملهم مثلا مع الإسلامي يتعاملون معه على أنه ضحية، ولكن لا يقبل أن يكون منافسا سياسيا. المنصف المرزوقي الاستثناء الوحيد وأنهي. ولذلك هؤلاء الذين يتحدثون من أي موقع يتكلمون، من أي موقع يتكلمون، ربما نحن لنا الحق في أن ننقد المرزوقي، أما من هم على أرضية أخرى أنا أدعوهم إلى بعض الخجل. أنا لست يعني سبابا ولا لعاب، ولكنه اعترف بذلك. أستاذ زهير اعترف بذلك، هو أنه حرض ضد تونس. ماذا قال؟ حرض ضد تونس وتسبب في غير صحيح. ويمكن أن هو اعترف بذلك في فرانس 24. شوف، بالعكس، هو أدان فرنسا، هو تحدث عن فرنسا وعن السياسة الفرنسية وعن المجتمع الفرنسي وعن كل المثقفين، وقال بأن لا يقفوا إلى جانب الانقلاب. ماذا في هذا؟ حرض على تونس، هو المتسبب في إلغاء القمة الفرنكفون. لا، نعود إذن هنا، أنت يعني دفعتني إلى الحديث عن الـ عن الـ عن الـ الرئيس السابق أو الأسبق المصف المرزوقي. نعود إلى مسألة القمة. القمة يعني الفرنكفونية طبعا هي اختيار دولة، وتقررت طبعا قبل 2019 على ما أعتقد، وهي تلخص تقريبا علاقة تونس بفرنسا. طبعا علاقة تونس بفرنسا بعد 2019 أصبحنا نتساءل، هل هي حماية أم كانت استعمارا عن الماضي؟ وهي استعمار من أبشع أنواع الاستعمار، بل إنها ربما الأخطر أنها كانت استعمارا ثقافيا. وهنا تأتي مسألة الفرنكفونية، مع أنني أميز بين أمرين، أن كل اللغات محترمة وكل لغة هي كبيرة في عين أهلها، ولا توجد بالمنطق العلمي اللساني لغة أفضل من لغة. الفرنسية في تقديري لم تعد غنيمة حرب كما ذكر كاتب ياسين على ما أعتقد. والأمر الآخر هو أن علاقتنا بفرنسا، يعني إذا تحدثنا عن حق فرنسا في أن تنشر لغتها رغم أنها تعيش أزمة، اللغة الفرنسية تعيش أزمة. وهناك في من هو من بيننا يحاول أن يوجد لها مكانة لم تعد لديها هذه المكانة. يعني كان أحد الأساتذة، يعني من أساتذة الجامعة التونسية المعروفين، كان يقول في المدرج، يعني يتحدث عن علاقة اللغة بالحضارة وقوتها في القرون الوسطى. كانت الحضارة، ويتحدث عن طبعا عن المرحلة الإسلامية في دقيقة أستاذ، تتلخص في أمرين: وجه لغوي العربية عالميا، ووجه اقتصادي عالمي الدينار الإسلامي. اليوم الوجه الاقتصادي الدولار الأمريكي، والوجه اللغوي الحضاري الثقافي هو اللغة الإنجليزية. ولذلك الذي حدث هو حدث سبب سياسي بالأساس، هو الوضع الذي عليه تونس منذ 25، والعالم الذي يريد أن يكون يعني مع شريك ديمقراطي في تونس باستثناء فرنسا. فرنسا يعني لا تشدد على مسألة الديمقراطية حتى وإن غيرت موقفها أخيرا. فرنسا التي ساندت بن علي
إلى يوم 13، يوم 13 و14 كانت سترسل إلى تونس يعني أدوات القمع لقمع يعني. يعني أنت ضد القمة حسب ما نفهم فيك. لا ليس هذا، أنا أفسر لماذا القمة يعني لم يعني تم إلغاؤها. الوضع السياسي، هناك سبب سياسي، وضع غير مستقر، هناك غياب القوانين، هناك والعنصر الآخر هو عدم الاستعداد، لأن الإدارة معطلة، لم يكن هناك استعداد، حتى وإن أعطوا وقت آخر لا يمكن أن تكون الأمور جاهزة في الموعد الذي حدد للقمة بجربة، مع طبعا هناك إمكانيات وهناك بعض الفوائد إلى غير ذلك، ولكن المسألة تتعلق ب قرار سياسي يعني مسألة سيادة إلى غير ذلك. ولذلك وضع الانقلاب هو الذي أفسد يعني هذه القمة. شكرا لي. أني لا أعتبر أن لها أهمية كبرى، لا على المستوى العالمي اللغوي ولا على المستوى اللساني ولا حتى على المستوى الاقتصادي، فضلا عن أن فرنسا اليوم لا تساعد تونس على انتقالها الديمقراطي، خليني لعبت دورا مضادا في هذا الأمر. شكرا لي. خليني نمر لضيفي الأستاذ أسامة الخليفي النائب بمجلس نواب الشعب. هل أنه إلغاء أو تأجيل كما يقول البعض الآخر لهذه القمة يحسب على أساس أنه أساء لتونس أو حاجة نقصت لتونس كانت ربما تحرك العاجلة متاع الاقتصاد ونحوه، أم أنه كما تفضل الأستاذ قال ما نخسرناش حاجة كبيرة برشا؟ الجزء الأول، الجزء الثاني، شنو الأسباب الحقيقية؟ شوفوا، خليني ناخذ الجانب الإيجابي في الموضوع هذا، هو أنه القمة هذه وهي قمة مهمة وتم تأجيلها وما تمش معناتها إلغائها، وهذا جانب إيجابي لازم نبنيو عليه. القمة هذه راهي خدمت عليها منذ 2017-18، وكان سفيرنا وقت السيد فريد مميش سفير تونس الفرنكوفونية، كان معناتها عمل جبار هو والطاقم الدبلوماسي آنذاك باش تكون القمة هذه معناتها في تونس، وأهميتها معناتها كبيرة ياسر، لأن فيها ربما نجم تكون تجيب الفائدة لتونس. سبب الإلغاء إذن حسب اعتقادك؟ أسباب الإلغاء ماهوش جديد، وهي كبرت الحكاية اليوم، كل حد يحب يلصقها لروحه ولا يبعثها معناتها لحد آخر، لكن كان واضح إنه معناتها عندهم شهر ثم برود في على أساس القمة هذه، وكان حتى الرؤساء اللي كانوا باش يجيو رؤساء الدول ما ليزون با كونفيرمي، معناتها ما يكدوش حضورهم، وكان حتى الرئاسة كان متصور في باله، لأنه حتى الأعمال ولا في جربة معناتها والتحضيرات ما كانتش مثلاش ديناميك كبيرة، معناتها قمة كما هذه نورمالمون تصير عليها ديناميكية كبيرة، وما كان ثم برود الحقيقة. إذا كانت الناس كل في بالها أنه سيتم يا إما إلغاها أو ومنذ متى يعني، وحتى الظروف واليوم البيان ولا أو التصريحات اللي صارت من سواء من طرف رئيس القمة أو غيره من المشاركين في القمة من معناتها النائب رئيس وزراء كندا وغيره، اللي واضحوا كونه وضعية حقيقة سياسية في تونس معناتها فيها ان بو دومبيديتي ومدير، اللي ربما معناتها ما يحبوش انه تونس ما تنتفعش من القمة هذه، لكن نعم. أجله في إطار أعطاء مهلة لإيجاد الحلول. نعول الحقيقة شيء مؤسف، أونكور أون فوا هذا مثلا انتكاسة للمسار الديمقراطي ككل، ولكن ممكن تداركه وبالوقت إن شاء الله. ولكن البعض يرمي خصوم الرئيس أو معارضيه أنه هم من يقف وراء ذلك، والآن وقع استهداف الرئيس الأسبق رأسا عينا بأن تقريبا سمي بشكل غير مباشر، لكن هو كان المعني بالأمر. ولما سئل دكتور مرصف المرزوقي قال نعم راني أنا المقصود وأنا فخور بذلك. أنت ترى أنه بالفعل بإمكان شخص واحد بعيد على الوضعية السياسية والاقتصادية والجو المناخ العام اللي في تونس، هل بالفعل يمكن لفرد واحد أنه يعني يعطل
انعقاد قمة في تونس؟ شوف رأي الدول ما تستمش بالقيل والقال، الدول ما هيش ناس سذج ولا عندهم رؤساء دول ولا عندهم طاقم يخدم ويقيم لهم الأوضاع، وما همش وذينية هم باش كل حد يجي يقول لهم كلمة يسمعها، سورتو أنه الدول تتعامل مع الدول و معناتها الموضوع هذا ربما الدكتور نصر مرزوقي هو حر يحب ينسب روحه، لكن انا ما اعتقدش كونه بالامور بتصير بالشكل هذا. اللي عنده درايه بالامور الدبلوماسيه ماشي حكايه قيل وقال، ولا ما تجي واحد يدق على باب الحكومه ولا رئيس جمهوريه. لا هو ما قالش، باش نكونوا واضحين، ما قالش راني انا مشيت. ما تجيش لبلادي راني، ولا معناتها هي بيبان محلول هكاك كل حد نجم يدخل رئيس جمهوريه يقول له رد بالك ما تجيش لبلادي راهي بلادي خايبه. لا ما قالش هذا، هو الكلام هذا ما قالوش. هو تحدث على اساس انه يؤكد انه المناخ في تونس اليوم الوضع السياسي مش وضعيه مستقره، ولكن يا اخي هما تو بالله سعاده معناتها يستحقوا باش شكون يقولوا لهم الكلام هذا، ولا باش معناتها يستحقوا المخبرين باش يقولوا لهم، ولا هما رؤساء دول انت بالحجم هذاك يلزمهم شكون يجيهم ويحكي لهم. هو ديجا نقول لك انا مع رؤساء الدول ولا حتى الدول ما تحترمش الناس اللي تحكي على دولها. نرجع لك بعد قليل، ولكن بعد السذاجة هذه والحديث هذه النزول بالدبلوماسية وبالمقام الدولة التونسية إلى هذا المستوى يظهر لي ظن الترفع الناس كل بما فيهم الجمهورية. طيب إذا كان عندنا احنا تونسي قوي بالطريقة هذه اللي نجم يقنع 50 دولة، ما هذا نستغلوه، هذا بالكارنيه دادريس نتاعو نستغلوه، كانوا رئيس الجمهوريه عيط له قول له انت راجل قوي تنجم تعاوني. هذا بون حقيقه ما تراش انه جديه الكلام هذا، لانه هو سماه معناه السيد رئيس الجمهوريه عناه يا خويا ياسر. هل الشخص هذا انا ماذا بيه نعرف، لانه هذا بالحق مستحقته تونس اذا كان عنده 50 دوله يعرفها بالطريقة هذه ويدق الباب ويدخل ويقنع معناتها تونس مسحقة الناس هكا اليوم، خصوصا في تعبئة المواد المالية، خصوصا في نقف الموضوع تاع إذا كان عندنا شخصية بالحق بالوزن هذا فتونس مسحقتها. نقف الموضوع نعتذر منك، نقفلوه موضوع القمة اللي إن شاء الله تنعقد في تونس في أقرب الأجيال، ونشوف الدول الكل رؤساء وزعماء يجيونا لتونس على شلال، لأنه يعني في نهاية المطاف بغض النظر عما يفعل الرئيس ولا شنين الوضعية، احنا ديما نحبوا بلادنا في أحسن حالات. سي زهير، ما لا يعلمه السادة المشاهدون أنك مختص في الفكر والمعرفة وفي الفلسفة، وأنا نعرف كثير من التفاصيل عن الجانب هذا، فنحب وجانب الحضارة نحبك تحكي لي، خاطر ذكرت كلمة تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي، هي الحشد الشعبي، ما عندهاش علاقة لا بالفرنكفونية ولا احكي لنا شوية في دقيقتين ولا حتى ثلاثة مثالش من غير مقاطع عليك مطلقا، شنو حكاية الحشد الشعبي، حزب هذا، نمط متاع فكر، الكلمة ليك. أنا والله سبق لي معناها أن تحدثت في أن كنت في برنامج أو مش عارف يعني حصة، وكان يعني اللي مقابلني يتكلم باسم الحشد الشعبي. طبعا بالنسبة إلي لأول مرة أستمع إلى هذا، وقلت يعني هذا هو مكون مكونات جمهور قيس سعيد المتعدد الذي يعني هو غير واضح بالفعل، معناه غير واضح، ربما الواضح هو خطاب الحاد شيئا ما، غياب الفكرة، غياب كما نقول الجملة السياسية الواضحة، لأن المسألة لا تتعلق هنا برفض الاختلاف، بالعكس الاختلاف وإدارة الاختلاف أمر مهم جدا يعني، ولكن لا نجد هذا التصور، مع أن الكلمة مشحونة بتجربة أخرى، لأنها تحيلنا إلى تجربة الحشد الشعبي في العراق، وهي تجربة ذميمة يعني في النهاية هي ذراع يعني ميليشياوي ارتكب مجازر معروفة جدا، قتل على الهوية، رغم أنه ربط نفسه بمقاومة التطرف والإرهاب وتحديدا داعش. ولذلك يعني هذا البعد الميليشياوي في العراق أن تنقل هذا الاسم إلى تونس
فهذا فيه ما فيه من القلق، ربما يحيل حتى إلى مرجعيات. البعض يشير طبعا، وهذا يحتاج إلى دليل، إلى إيران، البعض يشير إلى بعض الجماعات في العراق إلى غير ذلك. ولكن أنا بدالي فيما بعد أن يعني نحن نقول ترى جعجعة ولا ترى حشدا هنا، ولكن طرح الفكرة في حد ذاتها مزعج. أنا أستغرب يعني على أي أساس أنت تتكلم باسم جسم له يعني هذه الترميزات، ولا تدعى ولا تستدعى لا إلى النيابة العمومية ولا إلى يعني أنا أستغرب يعني في هذا الأمر. ولكن يبدو أن هذا المسمى خفت الحديث عنه في المدة الفارطة بعد التحول. ما أنا حسب كلام سيادتك التجارب السابقة اللي ارتبطت بالحشد الشعبي كانت تجارب عنيفة إلى حد ما. تجارب ميليشياوية عنيفة وإرهابية أصلا، يعني مش فضل كمعنى لا، وربما يعني ما معنى لأنها أصبحت يعني قوة موازية حتى في العراق، هي قوة موازية رغم أنها ألحقت بالجيش العراقي، ولكنها مكون داخل الجيش له خصوصية فكرية. وربما تخشى على تونس من ذلك أستاذ؟ تخشى على تونس من ذلك؟ يعني طبعا أخشى من باب أن ليس عندي معطيات، ولكن الاسم في حد ذاته مرفوض، مرفوض في هذا يعني السياق. نحن نعيش يعني أزمة في أعلى مؤسسات الدولة ونضيف إليها مثل هذا، فوكأننا فعلا سنكون أمام أمن موازي حقيقة بعد أن كانت يعني ربما مسألة افتراضية تتهم بها هذه الجهة أو تلك. من بين الأزمات اللي عانى كذلك زاد مشاهدي الكرام هي الأزمة الاقتصادية الخانقة، لأنه في نهاية المطاف سواء الثورة 2011 أو الإجراءات التي حصلت نهار 25، بغض النظر على توصيفها هي انقلاب أم أنه تصحيح مسار أو نحوه، اليوم اللي يهم الوضعية الاقتصادية رجال الأعمال، الشركات، الشهريات متاع الموظفين سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص. اليوم تشهد تونس أزمة اقتصادية يبدو أنها خانقة للغاية. خلينا نشوف التقرير ونراجعين. يمثل الوضع الاقتصادي المتردي أولى الملفات على طاولة رئيسة الحكومة المكلفة نجلاء بودن، وهو قطاع يعاني منذ عقد من الزمن بسبب غياب الاستقرار السياسي الذي لا يزال يضعف رغبة المستثمرين والمانحين الدوليين في دفع الأموال حسب بعض المتابعين. الحكومة الجديدة مطالبة اليوم بتوفير موارد مالية عاجلة لسد عجز ميزانية الدولة الذي قدر لسنة 2021 دون احتساب الهبات والمصادرة بسبعة 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى ما قدره 8.8 مليار دينار مقابل 14.9 مليار دينار خلال سنة 2020. في حين بلغ معدل النمو الاقتصادي في البلاد سنويا ما بين سنتي 2010 و2020 بنحو 0.6%، في حين بلغت نسبة الانكماش الاقتصادي 8.8%، فضلا على تأثر قطاع السياحة الذي كان يمثل 14% من الناتج الداخلي الخام والذي تضرر بشكل كبير. ويجمع بعض خبراء الاقتصاد على أن الاقتصاد بسدد دفع فاتورة عدم الاستقرار السياسي وفاتورة الأزمة الصحية. فيما ارتفعت نسبة البطالة إلى 18% بسبب تداعيات الجائحة، ما غذى الاحتجاجات الاجتماعية في البلاد خلال الأشهر الماضية، مع تواصل ارتفاع نسبة التضخم إلى مستوى 6% وتدهور القدرة الشرائية للمواطن، مع ارتفاع نسبة المديونية في تونس والتي تجاوزت 80%، حيث أصبحت تونس تقترض لسداد الديون ودفع أجور الموظفين حسب ما أكده بعض خبراء الاقتصاد الذين عللوا الوصول إلى هذا المستوى من التراجع إلى عدم الاستقرار الحكومي، حيث تعاقبت 9 حكومات على السلطة بسبب التجاذبات السياسية منذ ثورة 2011. في الأثناء طلب الخبير الاقتصادي محسن حسن بإقرار حالة الطوارئ الاقتصادية، لأن مشاكل البلاد وفق تقديره ليست فقط دستورية بل اقتصادية بالأساس، منتقدا غياب رؤية على المدى المتوسط للقرارات التي يتخذها الرئيس، مشيرا إلى ضرورة استئناف الحكومة الجديدة للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل إيجاد تمويلات لإنقاذ الاقتصاد. مساء الخير من جديد. شفنا تقرير هذا يتحدث على بعض الصعوبات الحقيقية فيما يتعلق بالوضعية الاقتصادية التونسية. يسأل سيف أحد المشاهدين بتاعنا،
كيف كيف اللي حاب يطرح سؤال وننقلوه مباشرة هنا، يقول يمكن أن تضطر الدولة إلى الاقتطاع من الأجور، يمكن يحصل هذا ما يحصلش. خليني أتواجه بهذا السؤال للسيد النائب. السيد أسامة، كما تشوف اليوم الوضعية الاقتصادية حسب التقرير اللي قدمناه أنه يبدو أنه فما إشكال حقيقي، شنو قراءتك للوضعية الآن؟ عندنا ميزانية تكميلية، عندنا ميزانية متاع السنة المقبلة، وأنت النائب واللي عشت هذه التجربة داخل قبة البرلمان مدة معقولة، أعطيني القراءة متاعك. شوف، هو هذايا راهو الموضوع الاقتصادي والاجتماعي نورمالمون راهو هو أولويات الأولويات بالنسبة للطبقة السياسية ورئاسة الجمهورية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، لأنه في 2019 وحتى قبل 2019 ما كانش هذه الاهتمامات، وحتى بعد الثورة معناتها الناس خرجت طالبت بشغل وكرامة وحرية وغيره. شنو جاهم بعد؟ قالوا لهم انتم بدلوا لكم دستور تونس تولي جنة. بطبيعة تبدل الدستور وبقينا في 10 سنين في تقاعد العود ما بين حكومات ماشية حكومات جاية، وما ثم حتى برنامج اقتصادي واضح. هذا راهو موضوع سيتان بروبليم ستركتوري. واحنا كي جينا في 2019 بيع الناس قل كنتم مش دخلكم مش تفهموا منين جيتوا غيره، لكن ميساج احنا استشارنا خبراء وكان معانا خبراء وعلى راسهم اي بلومي ومات الخيان والزملاء اللي خدموا على برمجنا، وكانت عندنا بعض الحلول. الموضوع الاقتصادي راهو يلزم نفهمه انه يلزم مناخ سياسي ملائم ومناخ اقتصادي لمعناتها ارجاع عجلة الاقتصاد وارجاع والقيام بالاصلاحات اللازمة. شنو هي المشاكل؟ يلزم نفهمه انه في 2010 ميزانية الدولة كانت 19000 مليار، اليوم ميزانية التشغيل أو الشاري تاع البلاد 20000 مليار. إذا الدولة عملت انفستيسمون في التشغيل، مش صحيح أنه الدولة ما شغلتش ولا بغيره، غير أنه التشغيل هذا ماهوش قاعد يخلق في 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 ثروة، معناتها أون كري با دو لا ريشيس. كيف كيف القوانين اللي تسيروا بها في اقتصادنا هي قوانين بالية، رخص إدارة معناتها ما زالت تخدم بقوانين قديمة، ما صارتش رقمنة الإدارة. اليوم خاطر للأسف قرب تقريب مازلنا بعض الدقائق كهو، اليوم شنو أعطيني حلول، ماذا يجب فعله؟ الحلول واضحة، يلزمك تمشي للي بوان هذوما اللي بوان معناتها دو بلوكاج وتحلهم. عندك اولا تونس ماهيش معزوله على العالم، لازم نسالوا رواحنا احنا تونس شنو نحبوها. معناتها المنظومه الاقتصاديه ككل بقات كما كانت تحكي الاخت تو، نقترضوا باش نخلصوا الشهاده. اذا باش نبقاو في الحلقه المفرغه هذه، يا اما نحلوا اقتصادنا ونمشي في توجه معناتها نتاع انفتاح. واحنا في القانون القوانين الميزانيه اللي تعدات كنا حاولنا انه نمشي في الاتجاه هذا. ما تتحل الاقتصاد اش معناتها؟ يولي الاقتصاد يخلق الثروه، مش اقتصاد كان رزق بليك واللي عنده زوز فرنك فاسد واللي يستثمر في بلاده نهجوه ورهاب معناتها نتاع جبائي وغيره. مش هذا الحل، الحل هو الانفتاح، والحل هو ليبراليزاسيون ديكونومي الى مودرنيزاسيون نتاع الاداره، يعني تطوير الاداره وخلق معناتها ديناميكيه جديده لبعث المشاريع وبعث المواطن شغل. هذا الشيء يلزم مناخ اقتصادي واضح، ويلزم حوار اقتصادي معناتها مع الفاعلين الاقتصاديين والفاعلين السياسيين باش نتفقوا على معناتها بلان مارشال ولا بلان اللي هو اكور مويان يا لون تيرم. وهذا قلناه معناتها فيه رؤيه اقتصاديه واضحه، ما نقعدوش في الترقيع. احنا معناتها اليوم نجريو باش نسدوا العجز، ونجريو باش نجيبوا الموارد الماليه بالاقتراض باش نخلصوا الشهاده. شكرا لك. ما ينجمش يكون حل، الحل هو حل هيكلي
في إصلاح جذري. شكرا. معناتها هذوما لي زانديكاتور ايكونوميك اللي لازم نحلوا بهم المشاكل. شكرا لك. في اقل من دقيقه، في 30 ثانيه استاذ سيد الليل، ما لازم يصير الا برؤيه واضحه، رؤيه سياسيه واضحه وبرنامج اقتصادي واضح، وبتشريك الجميع بما فيهم اتحاد الشغل، بما فيهم معناتها الفاعلين الاقتصاديين اللي هو الاقتصاد الوطني اللي ما يلزمش نرهبوه ونخوفوه واللي معناتها اللي ينجح نحطوه في الحبس وغيره. شكرا لك. ثم الوضعية الإقليمية ونختموا بها لأن الوقت وفاه للأسف. تونس ماهيش معزل عليها، لازم نسألوا أرواحنا كيفاش نحبوا اقتصادنا في الأخير. أي أقل من 30 ثانية لأنه باش يقص علينا لونتين للأسف، خاطر عندي زيادة كلمة ضيفي باش يختم. في 30 ثانية أنا متشرف إني حاضر معاكم. مرحبا بك. كل مساندة لقناتكم وكل مساندة لحرية التعبير في بلادي، باش نبقى مدافع على الحرية التعبير هذه والديمقراطية، ولا بد لليل أن ينجلي. شكرا لك، هذا لطف منك. نحن نفرح برشا وقت اللي نلقاو السياسيين يتعاطفوا مع حرية الكلمة الحرة، لأنه في نهاية المطاف باش يكونوا هما ضحيتها إذا هما تعاطفوش مع الكلمة الحرة ومع الحرية في معناها السامي. أشكرك جزيل الشكر ونتمنى لك بالفعل بكل صدق ليك ولكل التونسيين السلامة إن شاء الله. الحملة الممنهجة اللي أنا نأكدها من المنبر هذا، لأني طلعت على كثير من التدوينات لكثير من الصفحات اللي تتعرض بالتهديد وتتحدث في أعراض وفي خصوصيات عديد السياسيين. السياسيين ما همش حاجة على قارعة الطريق، هم تونسيون بشر كذلك، عندهم عائلاتهم وعندهم حقوقهم. نتمنى لك السلامة الجسدية على كل حال، وإن شاء الله الأمور تمشي في الطريق اللي فيه مصلحة البلاد والعباد. ولكن ما نجمش نختم هذه الحلقة قبل ما نستغل الدقيقة الأخيرة مع عند الأستاذ زهير باش نطرح عليه سؤال. أستاذ زهير مازلت معنا؟ ضع لي الأستاذ تسمع فيا؟ لا معك. تسمع فيك معك. ما يمكنش نوفى الحصة من غير نطرح عليك السؤال هذا الذي حيرني. عندي سؤال، عملت محاولات الكل مع بعض الأصدقاء أني نقنعهم. الشعار نتاعهم تعرف شو يقولوا يا أستاذ؟ يقولوا والله انقلتها لأحد المشاهدين بعثها لي ذكرني فيها. أحلى انقلاب موتوا بغيظكم. أعرفه، قرأته عشرات المرات. أي بالله عاوني عاوني عاوني. وزاد نذكر مرة أخرى الناس اللي ما تعرفش الأستاذ زهير إسماعيل هو الأستاذ الجامعي والمفكر والمختص في الفكر والثقافة والحضارة وفيلسوف تونس. معناها لي أنا نفتخر جدا أنه أعتبرك صديق وأستاذ. طيب قل لي شنو نقول، شنو نقول للي يقول لك موتوا بغيظكم أحلى انقلاب؟ الكلمة ليك في دقيقة. هذه يعني عبارة تكفيرية منقولة إلى الشعبوية فقط. أنا يعني هي عبارة هي عبارة من معجم تكفيري منقولة إلى الفسطاط الشعبوي. سعاد نحب بعض ملاحظات سريعة إذا سمحت لي. في دقيقة الوقت فيها بشي قصة علينا لونتين. الواقع يعني بارك الله فيك، أنا أنت قلت فيه أكثر مما أستحق. حول الاقتصاد أنا يعني طبعا لست يعني مختصا، ولكن يعني أتحدث في الأمر سياسيا، وتحدثت في هذا مع مختصين. فكرة أساسية، الاقتصادي والتنموي مشروط بالسياسي. يعني ما لم ينتهي التأسيس السياسي ونتفق على مشترك وعلى قواعد عمل وعلى فكرة بناء البلاد لا يمكن أن نبني شيئا. ولذلك إلى يوم الناس هذا لم نصل إلى هذا الاستقرار السياسي. النقطة الثانية والأخيرة هو نقطتين باختصار. النقطة الثانية هو أن الديمقراطية تفضي إلى التنمية. ما حدث عندنا هو تعطل لا ينفي القاعدة. الاستبداد لا يمكن أن ينجز تنمية، وإنما لا يمكن أن يفضي إلا إلى التخلف. حول الحكومة، رئيس الجمهورية يعني قال إن المشكل ليس مشكل الحكومة وإن المشكل منظومة، والنتيجة هو أنه اختارنا حكومة منظومة من خلال السيرة. أغلب سير مع احترامي للجميع، سير من تم توزيرهم هم ينتمون بمعنى أو بآخر إلى المنظومة. أنهي يعني بأن أحيي صديقي عامر عياد
في سجنه، والتحية لبقية نواب الشعب الموقوفين، وشكرا على هذه الاستضافة الكريمة. شكرا لك، ربما يعطيك الصحة، شكرا على المشاركة وعلى الوقت اللي خصصتونا لتوضح كثير المسائل، خاصة من وجهة نظر فكرية علمية تحليلية محايدة لا انتماء فيها لأي أحد إلا لهذا الوطن. ربما تقصد وخلي انت فيما بعد في فرصة أخرى. مازال معنا الأستاذ هو ولا كان مازال؟ ربما يقصد أنه تصريح النائبة عبير موسي لما قالت جاب لكم رئيسة حكومة كانت مكلفة بالجانب المضموني في التجمع الدستوري الديمقراطي، ربما الأخبار التي تخرج عن من هنا وهناك ربما ماشي في السياق هذا، فكان مش عارف انت قصدت هذا ولا. على كل حال، ختاما، بدأت الحصة متاعي بقصيدة بين الثعلب والديك، وسمعتوها في بداية الحصة. ماذا أقول في نهاية الحصة؟ أقول اللي قدو يلبس. وأختم هذه الحصة متضرعا إلى المولى عز وجل بالدعاء، لأقول بعد شكري لكم على حسن المتابعة والانتباه ووفائكم، وتمنيتي أن إن شاء الله يخرج قريبا زميلي عامر عياد وكل مظلوم، أقول اللهم لا ترفع للظالم راية. انتهت الحلقة، صباح الخير الناس كلها.